بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وثبت أقدامنا في كل ما يرضيك من أعمالنا وأقوالنا، آمين رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على المفسدين في الأرض والسماء الرحمن. ناخذ آية 15. وإذا تتلى عليهم، شوف الغرم اللي صادر عنكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا، لحد الآن القرآن يتلى بكل مكان، تسمعوا ولكن لا يفوت الأذان، لأنه يعني عماكم ضربوا بالسبود الشيطان. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أنت مكش مأهل باش ترى ما أبانت تلك الآيات. وإذا تتلى تولي سيني سون لا فورتيموني كي كان سول ديو كي سابل الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يعتقدون في اللقاء، لأنه قالك أرض تبلى بعد ما الرحم تدفع، قولها وزيد قولها وتورا ومدى الخسارة من جيك يا كلب، يعني ما تحياش، يعني تنقذ ما قاله الله بكلمة ميثولوجية. أنتم غرقين فيها في الفنون وهي غموم والعياذ بالله، وكفان ما عندكم شيء، راهو يطبل لكم الشيطان ويزمر لكم ويلعب بكم كي يحب، سيتم موفي مانيبيلاتور بيرفير نارسيسي، وانتم نفس الترقيده اشتاكوا نفس التفريده لكن بالمقلوب. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، ائت بقران غير هذا، اخي قاعد لكم النبي عليه الصلاه والسلام استنى بكم حتى تطلبوا طلب ليتعارض مع ما امر به، وهو النبي الأمي الأمين عليه الصلاة والتسليم. ولا عود بفضل الرحمن الرحيم.